مابات جديدة بتوعد بعطاء سكنات خرافية وبتكون مجانا، وكمان اربح مع نوبة روبوكس فقط. خليكم معي. هيا حبيبي، كيفكم؟ شو الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. رجعنا معكم فيديو جديد ومقطع جديد من لعبة روبلوكس وباكوايد جديدة وبتكون مجانا، وكمان يا حلوين في مسابقات جديدة. ألف مبروك للمسابقين اللي فازوا معي في مسابقة الفيديو السابق، وهلا يا حلوين الكل بيشترك في هذه المسابقة. اكتب اسمك في لعبة روبلوكس بأكثر من كومنت مشان يا صديقي بتدخل معي القرعة، وبتمنى حظ موفق للجميع. وهلا يا أصدقاء بننتقل على الاسكنات المجانية اللي تاخذوها بأقل من دقيقة. هلا أول شي يا حلوين بروح على الشوب، نزلت سكنات جديدة في الشوب، بنسحب هذا الشريط حاط كلمة فري، أوكي؟ بنسحب كلمة فري بتظهر معنا السكنات المجانية. طبعا معنا هذا الرفيق بيكون مجانا، بنضغط على كلمة استرداد، ومعنا كمان يا أصدقاء هذا الشعر بيكون مجانا، أوكي؟ ما شاء الله شركة روبلوكس ضافت لنا كتير شعر، بتمنى تضيفين فيس يا شركة روبلوكس. وهلا يا حلوين هذا الشعر كمان بيكون مجانا، وهذا الشعر كمان بيكون مجانا. واو عن جد كتير كيوت هالشعر، وهذا الشعر كمان بيكون مجانا. تقريبا يا أصدقاء شي 5 لوك للشعر، أوكي؟ وكمان يا حلوين هذا ما بعرف شو، وهذا الشيء بيكون مجانا. فهلا الكل بيروح على الشوب بيسترد السكنات المجانيه لانه في وقت محدد لها. وهلا يا اصدقاء بننتقل للسكن اللي بعد. هذه القبعه بتكون مجانا، ما بيعطينا هذه القبعه. طبعا يا حبايبي هذا هو الماب، ورابط الماب حترك لكم صندوق الوصف، بتروح على صندوق الوصف بتلاقوا هذا الماب. بندخل للماب وبنشوف شو هي المهمات المطلوبه مشان نحصل على القبعه مجانا. اوكي جايز، طبعا الماب بسرعه يفتح معاكم، اوكي؟ بننتظر شوي ليفتح معنا. يا حبايبي بنوقف هون. اوكي جايز هذا هو المكان، بنضغط هون، بعدها بنضغط على المطرقه، بعدها بنضغط هون وبنختار هاد حبايبي، اوكي هاد، طبعا هاد بنجيبه، اوكي جايز، وبنضعه هون. ومثل ما تشوفون يا حبايب نحن حصلنا على هذه القبعه. هيك يا حبايبي بنخرج من المات، اوكي، وبالاخر القبعه اصبحت معنا في المخزون. وهذه هي القبعه يا حبايبي اللي حصلنا عليها في المخزون. كمان يا اصدقاء هذا الشيء اللي حصلنا عليه من الشوب مجانا. كمان يا حلوين هذا الماب يعطينا سكنات مجانيه وبتكون خرافيه وبتاخذوها باقل من دقيقه. طبعا يا حبايبي هذا الماب نزل جديد، تقريبا صار له شي 5 ايام من نزل هذا الماب. اذا بننزل شوي لتحت يا حبايبي وبنضغط على هذا السهم حيظهر لنا الاشياء المجانيه في هذا الماب. عندكم هون كاميرا، وعندكم كمان تيشيرت، وعندكم هذه اللي اول وحده ما بعرف شو اسمها. المهم يا حبايبي بيعطينا على اساس انه هذه السكنات بيعطينا اياها مجانا. كمان يا اصدقاء بتلاقوا رابط هذا الماب صندوق الوصف، بنفوت على الماب وبنشوف شو هي المهمات المطلوبه مشان نحصل على السكنات مجانا. أول ما يفتح معكم الماب يا حبايب بتتوجهوا مباشرة إلى هذا المكان اللي أنا حروح عليه. طبعا ما بعرف شو صار في الشخصية وشو صار في المشية، ما بعرف الماب هيك غير المشية وغير الحركة تبع الشخصية. أوكي جايز بتروحوا حبايبي إلى هذا المكان، أوكي، بتصعدوا هون وبتوقفوا جنب هذه الكاميرات. طبعا يا أصدقائي في هذه الكاميرات، أوكي، في عد ثواني، بينتهي عد الثواني وبياخذ لك سكرين او صوره. اوكي جايز مثل ما تشوفون انتهى عد الثواني وخذالي صوره، اوكي، لازم بيصورك 3 مرات، اوكي، كل كاميرا بتوقف جنبها بينتهي عد الثواني، بعد ما ينتهي عد الثواني بياخذ لك صوره. وبهيك يا صديقي انك بتنجز المهمه وبتحصل على سكن مجانا. بعدها يا اصدقاء بتتوجهوا مباشره الى هذا المكان كمان، اوكي، بتصعدوا على هذا الدرج، اوكي، بتصعدوا يا حبايبي لفوق، كمان بتصعدوا لفوق. تنتظر شوي هون تجيكم عربة التزلج او ما بعرف شو يسموها، اوكي، بتضغطوا على علامة الكف الموجودة فيها وخلاص يا صديقي بيجيك السكن، وبس هيك بتحصل على سكنين مجانا. طبعا حبايبي بعد ما بيجيك السكن، اوكي، بتنزل من هذه العربة، اوكي جايز، اذا بدكم انكم بتطيروا بتوقفوا هون، اوكي، وبتضغطوا على علامة الكف وبصير عندكم مثل الاجنحة، لا مش اجنحة، ما بعرف شو، بيصير مثل الحذاء بيطير سحري، اوكي جايز، وهذا الحذاء بتقدر انك تجمع فيه حرف السي، اوكي؟ طبعا يا اصدقاء حرف السي لازم تجمع 25 حرف من حرف السي، وكمان لازم تفتح الشخصيات الموجودة في هذا الماب. هلا انا فاتحة شخصيتين، اوكي؟ وما بالنسبة لحرف السي بجمعه، طبعا حبايبي بده ياخذ وقت مني، اوكي؟ والفيديو بيطول اذا بجمع معاكم حرف السي، فان شاء الله يا اصدقاء بغير وقت انه بجمع حرف السي وبجمع كل الشخصيات، بفتح كل الشخصيات مشان بشوف شو يعطوني بعد كمان، اوكي جايز؟ فهلا انا جمعت قليل من حرف
تقصيه طبعا، بس انه بدي انبهكم انه تستخدموا هذا الحذاء السحري اللي يطيركم، تقدروا تشبعوا حرف السي وكمان تقدروا تفتحوا الشخصيات. اوكي جايز، اما بالنسبة لباقي السكنات المجانية تاخذوها من هذا الماب، لازم بتجمعوا 25 من حرف السي ولازم بتفتحوا كل الشخصيات. هلا يا حلوين، اذا بجمع معكم بيتاخر مع الفيديو، بيصير اقل شيء مدته 15 دقيقة. اوكي جايز، بالنسبة للشخصيات مثل هذه الشخصية الموجودة في السوبر ماركت، اوكي اذا بتروحوا جنب الشخصية اوكي وبتضغطوا على علامة الكف تفتح معكم الشخصية. بالنسبة لتجمع حرف السي، تقدر يا اصدقاء تستخدموا الحذاء الطائر وتقدروا تجمعوا حرف السي. فهلا بخرج معكم من الماب وشوف السكنات اللي حصلت عليها مجانا، بروح على الشوب اوكي وبشوفكم السكنات هذه اذا كان يرى اوكي يعطوني اياها مجانا، شكلها مش حلو كتير. اوكي جايز، بننتقل معاكم للسكن اللي بعده، وهذا هو السكن اللي بعده، شكله يعني واو نايس. ليه يا حلوين، وصلنا لاخر فيديو، اتمنى استفادت من المقطع، اي استفسار عندكم اكتبونا بالكومنتات، وكمان يا اصدقاء لا تنسون روابط المابات تلقوها في صندوق الوصف. وبس يا اصدقاء، كانت معكم نوبة دبتة، في امان الله ومع السلامة.